احلى صباح على حضراتكم كل متابعينا في 10 الصبح في الاهلي، حلقه جديده النهارده 15/9/2020 يوم الثلاث، وان شاء الله كده يبقى يوم جميل بعيد عن اي اضرار من اضرار الكواكب ان شاء الله. صباح الخير يا كريم. صباح العسل. انا عن نفسي اكتفي بهذا القدر من الكواكب. انا امنت بالموضوع ده. لا 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 لا، يعني الكواكب تخيش مع بعض من هنا، احنا بقى نستك في عكوسات. طب اقول لك بقى على خبر حلو. اقول لك على طب تصبح الاول. ايوه والله صحيح، والنبي صحيح. صباح العسل على كل حضراتكم، واهلا بيكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله تستمتعوا معانا في حلقه النهارده. بص بقى، عندك يوم 16 ويوم 17. احنا النهارده كام؟ النهارده 15، يعني بكره، يعني بكرة وبعده. أسطر. برضو في بعض العكوسات اللي هتكون موجوده نتيجه برضو دخول بعض الكواكب وخروج بعض الكواكب، معرفش بقى منين بالظبط، بس في بعض العكوسات 16 و17. لو فاكرين حضراتكم كان يوم 13 نبهت كريم، كان في بعض برضو العكوسات كده طاقه سلبيه، وانا خدت الموضوع باستخفاف وقتها واعتبرت ان ده كلام ابراج وحاجات زي كده. اليوم ده ما احكيش لحضراتكم والله العظيم، يعني من اول اليوم ومن اول لحظه كميه عكوسات غير طبيعيه الحقيقه، فربنا يستر علينا جميعا. احنا يعني يعني هو علم طبعا، في ناس بتامن بيه، ناس ما بتامنش بيه، في ناس بتدرسه اصلا، بس طبعا احنا يعني في الاول وفي الاخر بنهزر، بس طبعا برضو يعني الى حد ما اوقات بتصدف بصراحه ان يبقى في حاجات زي كده بنقراها او بنسمعها من بعض الخبراء في علم يعني الفلك، وفعلا بنشعر بيها في حياتنا. فعلى كل حال قلت بس ايه اقول لك تقدر الاشاره.